ده في الدنيا اسمها سهير بتحبه. يا ريتني كنت حسين، يا رب ابقى حسين. نهارك اسود. نهارك اسود مبارك يا فندم. مين حضرتك؟ لا يا شيخ، وكمان عامل نفسك مش عارفني. يا سافل يا دون يا قليل الاصل، نسيت اشواق يا حسين. انا مش حسين. مش ايه؟ حسين. ايه امال حضرتك تطلع مين؟ ام محمد؟ يا فندم فهميني بس ايه الحكايه؟ حكايتك سودة، حكايتك مطينه. اصحابك قالوا لي انك هتتجوز واحده غيري من اسكندريه. تهدية الجواز يا حسين. والله عال ادي اول كراماتك يا حسين، حضرتك تتجوز وانا اتضرب بدالك. يا ماما خازوق لا تكون جايه تديني هديه الصباحيه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا اخويا. اتفضل. احنا جايين باشاره مستعجله عشان عاوزينك في المطار. مين يا اخويا؟ انا. ايوه انت، اجازتك اتلغت ولازم تيجي معانا حالا. حضرتك غلطان، انا مش حسين، انا اسماعيل اخوه. ما تحاولش الهرب، اذا كنت مش حسين ليه لابس البدله العسكريه؟ لابسها لانها بدله اخويا، وانا واخويا واحد. وان اونا. انت مش عارف اللي بيلبس بدله عسكريه وهو مش عسكري بيتحاكم وتجي. انت صدقت انا حسين اخويا بس كنت بهزر معاك. طب يلا بينا على المطار. اهي دي بقى ما اقدرش اعمل. خالف الاوامر؟ يا فندم انا ما بخالفش الاوامر ولا حاجه، الاوامر على عيني وراسي. اصل بقى عدم المؤاخذه النهارده انا واخد شربه. زي ما كنتش هتنفذ الاوامر هقبض عليك بالقوه. يا سيدي حلمك شويه، الكلام اخد وعطى. الاوامر ما فيهاش اخد وعطى، نفذ الامر ولا لا؟ خلصني من دول ابوس ايدك. اخلصك؟ ده انا هخزق عينيك. ليه؟ ده انا هنتقم منك انتقاما شنيعا مريعا فظيعا. ليه بس؟ هو انا عملت لك حاجه؟ يعني فتشت السر امبارح لمراتي ليه يا وش الاذى؟ انا تعمل فيا الفصل ده؟ يا عم انا لا اعرفك ولا اعرف مراتك، هي تلاقي حجتك. ايوه اعملها. وعلى مين؟ على الشاويش عطيه؟ احلف لك بايه؟ ان انا عمري ما شفت الخلقه الحلوه المسمسمه دي. وكمان بتمهزق بيا؟ نهارك حبر، نهارك كوبيا. لا ده شيء يفور الدم، ما تخلصونا في الواحه المهببه دي. انت بزعق يا عسكري؟ ايوه بزعق، وحزعق من هنا لاخر الشهر كمان. اسكت. ما اسكتش. هوش. ما هصش. انت فكرك هتهمني بطولك وعرضك؟ يا اخي ده اهدى، ده انا اتضربت الاجعص منك ولا همني. انا لازم اتسبب لك في مجلس عسكري، اسمعني على المكتب. المكتب منين؟ من هنا؟ ايوه. عساكر ولاد الادب، عساكر اخر زمن. شاويش عطيه. امسكوه. Thank you.
انت يا عسكري محبوس تجيلي على المكتب عشان اقدمك لمكتب حضرة القائد. فاهم يا عزوز؟ اسمة السودة. الله، هو الشويش عطيها لغى الاجازه بتاعتك ولا ايه؟ انا متاسف خالص يا لمعي. لمعي؟ انا عارف ازيك يا خليفه. خليفه؟ امال انت مين؟ عبد العزيز؟ ولا عبد العزيز، جرالك ايه يا حسين؟ انت مش عارف زميلك عبد المنعم؟ اهلا عبد المنعم. مسكين، انت لازم زعلان علشان ما سافرتش تتجوز. تمام. ما تزعلش. الشويش عطيه راجل طيب وابن حلال، وانت تقدر تخليه يسامحك لو عرفت تفرفشه بنكتة حلوة، أصله راجل فرايحي ويحب القفش. ما هو عشان كده قفشني. اسمع كلام، أنت راجل صاحبي وحبيبي، أول ما تشوف الشاويش عطية تروح رقع نكتة موزونة، هيضحك ويعمل لك اللي أنت عايزه. بسيطة، ده أنا قاموس في النكت والكلام الفارغ. خلاص فرجت. الله يطمن قلبك، الله يعمر بيتك، أنا مش هنسلك المعروف ده بوتيتا. يا سيدي العفو، يلا بقى روح المكتب قبل ما يعمل لك كورنيك الزم. حاضر. يلا. اللي قلت هو مكتبه فين؟ جرالك ايه يا حسين؟ ما انتش عارف مكتب الشويش عطيه فين؟ لا عارفه عارفه، بس دخت من اللي حصل لي. تعالى وانا اوريهولك. تعالى. تمام. ايوه، عبد القائد طالب منك 2224 تكون جاهز النهارده. طب ما تجهز وقاله. بس انت عارف حضرتك ان انا عطلان مع عبد القائد، انا مش حسين هو اللي قاعد يصلحها. اتفضل يا اسم حسين معاه. اتفضل فين؟ صلح الطياره. صلح ايه يا خلود؟ الطياره. انا اصلح طياره ازاي؟ انت بتحصل اوامر يا عسكري. لا ما بحصلش ولا حاجه، عاوزين اصلحها اصلحها. هي فين الطياره يا ابني؟ قدامي اتفضل ولا مالي. على صلح الطياره. بتزايد الطيارة؟ هي فين الطيارة؟ انت خليت فيها حتة طيارة كلها ربع ساعة ويجي حضرة الضابط عشان يستلمها، مش هيلاقي فيها الا الديل. الديل انا هروح اندهله ان ما هب بعشتك، ان ما خصم تمنها من مهيتك ما بقاش انا. Thank you.
انت بتشتغل مادة الفصحى ما لبستش لافارول ليه؟ اصلها شغلانه بسيطه يا فندم وخلصتها خلاص. التربينه سليمه؟ سليمه يا فندم. مفيش ترشيح في دوره الجاز؟ مفيش. ودوره الهيدروليك ضغطها مظبوط؟ مظبوط يا فندم. لا عليك نور يا حسين، انا قلت من الاول مفيش حد يقدر يصلحها غير حسين الغندور، مش كده يا شاويش عطيه؟ كده يا فندم. طب روح بلغ كومندان السرب ان الطياره جاهزه. حاضر. والنبي يا حضرة البتشاويش سامحني، أنا كنت عاوز أبسطك. ما أنا كمان هبسطك خالص خالص، أنا مناخيري بأربع محركات. يا فندم والنبي أنا ما كانش قصدي. اخرس يا نور يا بليشتو. اعمل معروف، قومني بالأجازة بقى ما تفضحني. مش عاوز أجازة؟ أيوة فندم. طيب أنا مستعد أديلك أجازة بس على شرط. أشرط زي ما أنت عاوزة. إنك تيجي معايا البيت وتعمل قدام مراتي إنك أنت مجنون. مجنون؟ أيوة مجنون. خلاص يا فندم وستين مظبوط. وكل ما اقول لك على حاجه قول لي مظبوط. وستين مظبوط يا فندم. استبينا؟ استبينا. تعال اتفضل يا فندم. انت يا جدع مش مجنون وعندك والعياذ بالله شويه ملاخوليا؟ مظبوط. وامبارح لما جيت تزورني هنا مش جات لك النوبه وانا نايمتك على السرير وطلعت عشان اجيب لك حكيم؟ مظبوط. هو مش قال لك انه رايح لمراته الثانيه؟ مظبوط. اعترف بالحقيقه، انا هقطم رقبتك النهارده. يا وليه ده بيهلوس. مظبوط ازاي يا ابن اللذينة؟ ازاي تقول مظبوط؟ يا فندم مش انت اللي قايل لي اقول كده؟ قايل له يا ساعه عيطه هلا هلا على الملاعيب. الله يطبعها على دماغك يا وليه. ده مجنون جات له في الجنان. شوف يعني ايه مبرناها ازاي اهو. دلوقتي هو حيروح لوحده. اقعد يا حسين، اقعد استريح يا حبيبي، اقعد. انا مش قايل لك. ارتحت دلوقتي يا حسين؟ ما تخافوش، انا اول ما هشرب كوبايه الدواء دي حروق على طول. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماما انا اسفه ماما، الكوبايه اتكسرت والدواء نزل على الارض. يا بابا مين بابا؟ اه يا بابا. معلش يا حسين، فبالك يا حبيبي. انا مالك، عاوز اروح عند امنا. طول بالك يا حسين، هتروح حبيبي هتروح. تعال يا حسين تعال ارتاح ارتاح. سيبني يا مين اللي شد الكرسي من تحت مني؟ انت عاوز تموتني؟ انت عاوز تكسر رقبتي؟ والله من قاعد عندكم. اوعى ناس مجانين مخاليل. لا حول الله، صدقت يا ولي انه مجنون. صحيح بتحبيني يا سونا؟ يا سلام، ده انا مقتول بحبك، مجنون في حبك. اذا كنت بتحبيني روح كلم بابا. اكلمه على ايه؟ كلمه عليا، مش يمكن حد يتقدم لي ويخطبني منه. مستني ايه؟ مستني بس لما الظروف تتحسن احسن. انا ظروفي مش ولا بد. ثم كمان يا حبيبتي افرضي ابوكي طلب ان انا اشبكك. اشبكك بايه؟ بطياره مج؟ اخيرا لقيتك. اتفضل امضي بقى عشان تقبض. اقبض ايه؟ 25 جنيه اجره الخمس ايام اللي اشتغلتهم في الفيلم. ده مش اسماعيل، ده اخو حسين اللي بيشتغل في سلاح الطيران. غريبه. الواحد مش ممكن ابدا يفرقهم عن بعض. ايوه اصل احنا اخوات من زمان، بقالنا كتير او اخوات، علشان كده تلاقينا شبه بعض باستمرار. كده طبعا اذنك بقى. اتفضل. قول لي. نعم. اديني 25 جنيه من فضلك علشان اديهم لاسماعيل. مش ممكن، لازم هو اللي يمضي على الوصف. انت فاكرني حرامي؟ اعمل معروف اديني 25 جنيه احسن، ده حالته كرب قوي. ما اقدرش يا استاذ، لازم هو اللي يستلم. يا سيدي ما تاخدش بالك، ما هو انا وانا هو. ما اقدرش، بقول له يجي المكتب يقبض. انقذني.
السلام عليكم يا سفنجان. اهلا سمعه، هو اخوك قال لك؟ ايوه قال، عشان كده جاي اقبض. اتفضل امضي. امضي قايس. ادي يا سيدي 25 جنيه. السلام عليكم. مع السلامه يا سمعه. الله، مين سمعه؟ اهلا اهلا. ازيك يا راجل؟ وحشتي والله. الله يخليك. قول لي بتشتغل فين؟ بتنضرب فين؟ انا اليومين دول خالي ضرب. والله وحشني. انت اللي وحشني. تعالى خلينا نتكلم شويه، اقعد شويه بس. قول لي قول لي. اقعد اقعد بس. والنبي انا مستعجل عشان رايح الساجه. الساجه؟ ليه؟ هتشتري سيره؟ امال ايه؟ انا هشتري كنافه، هشتري اسوره، هقدمها شبكه. شبكه؟ شبكه العروسه؟ امال للعريس. الله، هتتجوز يعني؟ الف مبروك.